أفي هذه اللحظات هذه لسجل انطلاقة الشوط الثامن في المجموعة، انطلق بحفظ الله وسلامته الشوط الثامن في المجموعة، الشوط الرابع لفئة القعدان من مسافة 1500 متر في سباق الجزيرة المفاريد اللي في أول المراكز. هذه اللحظات هذا هو الشارد للسيد راشد بن سعيد النعيمي في أول المراكز، أما اللي في ثاني المراكز شاهين للسيد راشد بن علي راشد علي المقارح في هذه اللحظات في ثاني المراكز مع شاهين، أما اللي في ثالث المراكز هذا هو متعب للسيد هادي بن سالم اللفجح في ثالث المراكز ورابع المراكز، اللي في رابع المراكز هذا هو شاهين للسيد محمد بن فرج بن هليل في هذه اللحظات في رابع المراكز، وخامس المراكز اللي حاول يتسلل من العمق في هذه اللحظات البازل السيد راشد بن عبد الله الوارد، ولكن خلونا مع اللي في اول المراكز منتزع المركز الاول ومسيطر سيطرة تامة منذ الانطلاقة وحتى هذه اللحظات. هذا هو الشارد السيد راشد بن سعيد النعيمي في هذه اللحظات مع الشارد في اول المراكز، اما اللي في ثاني المراكز هذا الباز السيد راشد بن عبد الله الوارد في ثاني المراكز، ثالث المراكز شاهين للسيد راشد بن علي المقارح، وفي رابع المراكز متعب للسيد هادي بن سالم اللفجح، الشارد للسيد راشد بن سعيد النعيمي في اول المراكز ومسيطر على هذا الشوط. هذا هو الشارد للسيد راشد بن سعيد النعيمي، ولكن اللي واصل في هذه اللحظات هذا هو الحزم بدعوة ملكية الحزم للسيد راشد بن مطية الزعبي مع الحزم في هذه اللحظات انتزع المركز الاول في هذه اللحظات، الحزم للسيد راشد بن بطي الزعبي في ثاني المراكز، الشارد للسيد راشد بن سعيد النعيمي، وهذه النقطة الرابعة للسيد راشد بن بطي الزعبي. ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء والتميز في صباح هذا اليوم في ثاني المراكز. هذا هو الشارد وملكية الشارد للسيد راشد بن سعيد النعيمي في ثالث المراكز، اللون المتحد للسيد علي بن طحنون بن مهيرة المري، والتوقيت الزمني لهذا الشوط 2:15:51 جزء من السنة. تهانينا والنموذج مع الأخوة الفائزين.